وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنبدا فيه سلسله جديده وهي تختيم كراش ادفنتشر. تمام، ويا ريت بقى اللي مش عامل سبسكرايب كده يعمل، عشان في سلاسل كتير جايه، في جتا في اللي هي جتا 5، في كراش بانديكوت اللي هي بلاي ستيشن 4 او 5. تمام، فيعني شجعونا كده ويلا بينا نخش في اللعب على طول، ويلا بينا نبدا ادفنتشر نيو. تمام، حرف الام اول واحد على اليمين والار. مستر تيربو، ونعمل سيف امتي سيف تو وين ريكارد. يلا بينا. ماشي، ده البودي جارد بقى المفروض يقول لي نصايح وبتاع. طب يقول لي ويلكم وبتاع. ماشي، شكرا يا سيدي. اول طريق كراش كوف، يعني جولف حاجه كده. جوف يعني كوف يعني جولف. ما علينا، ما تخش عليها كتير يعني. يلا بينا جولف كراش يعني. هوبا، يلا يلا يلا. عدت اللفة الأولى. ومع اللفة الأخيرة ويلا نحط الصندوق هنا. نحط صندوق. ماشي، هجيب صندوق تقريبا. موتت صندوق عشان اجيب صندوق. ماشي مش مشكلة، ماشي مشكلة. يلا بينا. وب كده الطريق الأول يكون عدى. خش في اللي بعده على طول. ماشي، اول كاس. انا لعبت ده زمان جدا الادفنتشر ده، بس مش فاكر بقى الطرق وكده. اهو الطريق باين قدامي. تغيير زي سجين مش عارفه ايه يا عم. شكرا. غالبا همشي كده. ماشي، باين على الخريطه طريقين اهو، ينفع كلهم. ماشي، مش مشكله. روز تيوب اللي هو الطريق التاني اللي هو طريق الكلب ده. تات تات. ماشي، صندوق صندوق صندوق. اللفة الأولى عدت كده. ميمون، مش عارف ميمون ده مين، بس بحط الصندوق لنفس اللفة الجاية. مش مشكلة ولا يهمني، عادي.
فوق ليهم. يلا 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 اللفة الأخيرة يلا. ماشي ناخد الصندوق ده ادخل بيه وبكده اكون خلص الطريق التاني وندخل في اللي بعد كده. ناخد كاس تاني كده يبقى كده كاسين تقريبا. المجموعة الأولى دي أربع طرق بأربع كؤوس وبعد كده لعب الكلب بعد كده أفتح بقى المجموعة التانية وهكذا. ماشي هيجي بقى البادي جارد يقول لي النصايح وبتاع. يلا يا عم الحاج. ماشي شكرا شكرا. هو فين بقى الطريق التالت؟ اه ماشي. اي ايه ده؟ ينفع اتخبط هنا دي؟ ماشي مش مشكلة مش مشكلة. ميستري كيفز اللي هو كهف الغموض او الاسرار او بتاع ده بتاع البراكين وكده. ماشي يلا بينا. بس عامل انت اهو. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين هوبا. السرعة الأولى بالسرعة الثانية بالاختصار. يلا يلا دور سلاح. اللفة الأخيرة. إيه اللفة الأخيرة؟ إيه اللفة الأخيرة؟ يلا 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 يلا. ميمون ميمون. ماشي حلو كده ايه تاني الطريق خلاص وندخل في الرابع. ماشي الرابع طريق فين بقى على الخريطة؟ ماشي يا عم البودي جارد يلا. You can get a hang time turbo. كده ماشي. سيور سبيد واي طريق المجاري حلو قوي. يلا بينا. اسرع حته بقى اللي انت تعدي من هنا من فوق دي كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه ماشي. ميمون ميمون نزلت طول الطريق تقولي ميمون كده مش عيب. كانش قرد ده برضه. هو الصندوق هنا هو منزلش متعلق في الهواء. كده اللفة الأولى عدت اللفة الثانية. لا آه.
طول ما انت بتقولي ميمون كده نفضل نتطبق بقى وتتعب. انا عارف. حكي يا اخي حكي. ماشي. اللفه الاخيره وكل تاخيره هي من اخيره. يلا ماشي ماشي ماشي. ميمون تاني. انا قررت اجيب اللعبه بلفه اصلا. ايه ده دي اهو. مين ده؟ يلا بينا. وكده رابع طريق وتقريبا بقى هقابل الكلب صح ولا لسه في طريق كمان؟ كده هقابل الكلب. كريزي انف تو ريس مي ماشي مش عارف ايه الشي تقريبا لازم اسمع الكلام كله. ماشي يلا بينا. يلا بينا. ده الوحش الاولاني. انا مش فاكر ده كان بيجي له ايه، ازايز على طول ولا صناديق على طول ولا صناديق. اجري يا نت. حلو كده فرق كويس قوي عنه. الصناديق بتاعته بتحطها بتفرقع بعد كده ولا ايه؟ انا مش لاقي ولا صندوق من ورا. ده اللفه الاخيره. وبكده نكون خلصنا الطريق وتقريبا كده خلصت اول اسمها ايه هي ايش يا فريزي مازال ايه هذا كي. كده اخدت اول مفتاح تمام. Congratulations on opening this new area. Here you will find four more tracks to race. Good luck. بيقول لي ألف مبروك وبتاع، أنت هتخش على حاجة جديدة هتلاقي فيها أربع طرق جداد. Have fun أو have a good luck حاجة كده يعني. طيب اللي ما يعرفش، انا الاول لعبت الست ده ولعبت الجزء الاول والثاني والثالث، بعدين اكتشفت ان كان في الجزء الاول في التحدي ده اللي هو بيديك حوالي دقيقه و20 ثانيه. انا هحاول ابص في الاول احط الثاني، بس هو غالبا دقيقه و20 ثانيه لان فيهم ال 20 بتاع دول. فانا دول لعبتهم بعد الجزء الثالث، يعني المرحله اللي انا فيها دي بعد الجزء الثالث، وايه وهحطها مع الجزء الاول في اخر الفيديو. يلا بينا عشان دي تبع الجزء الاول. لا 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 لا
بسرعة. فاضل 20 ثانية، فاضل 20 ثانية، فاضل 5. الفولي محتاجة سرعة. طيب هي الثلاثة قدامي، الاثنين، يلا 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 اخر واحدة وبكده اكون خلصتها. يلا بينا. ودلوقتي في الجزء الثاني مع سلسلة تختيم كراش، يلا بينا. لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، في اجزاء كتيرة جدا هتنزل.